اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده اللي مشرفني يعني واحد عزيز عليا جدا، يعني صاحب فضل كبير عليا، كان اول واحد يطلعني للفريق الاول. هحكي لكم الحكايه دي. سنه 2003 كان هو مسكني في فريق الشباب بالنادي الاهلي. وقتها لما تولى القياده الفنيه للفريق الاول كان في وقت صعب مع الفريق الاول، اصر عليا وقال لي هلاعبك في الفريق الاول لان انا عارف امكانياتك، وفعلا لعبني في فريق الاول في كاس مصر، ووقتها خدت احسن لاعب في كاس مصر. فمن البدايه دي كانت الانطلاق ليا مع النادي الاهلي. صاحب فضل كبير، وهو كمان يعني مشوار كبير داخل النادي الاهلي. ابتدى وهو ناشئ صغير سنه 59 في النادي الاهلي، مربي الناشئين وكمان مع الفريق الاول، وانجازات كبيره، وايضا كمان مدرب كبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. تجيبه مدير فني في اي وقت يقول حاضر، ان هو ده ابن النادي الاهلي. في اي عمل اداري يقول حاضر ويحقق انجازات. ضيفكم النهارده كابتن فتحي مبروك. في البدايه برحب بيك يا كابتن فتحي. انا كابتن اسامه، وانا بشكرك جدا على المقدمه دي، ومقدمه جميله، والحمد لله دائما الواحد في خدمه النادي الاهلي، وفي اي وقت النادي الاهلي بيطلبني انا تحت امره، يعني ما عندي زي ما قلت. لان احنا الحمد لله من سنه 59 اتربيت داخل جدران النادي الاهلي، بعشق النادي الاهلي، يعني يوميا تليني حتى في النادي الاهلي، يعني فعندي عشق للنادي الاهلي وكل كيان النادي الاهلي حقيقي. طب تعالى نشوف التقرير ده اللي جهزوه يعني زملائنا في فريق الاعداد عن كابتن فتحي مبروك، ونرجع نبتدي بقى الحكايه من اول ان شاء الله. اتفضل. يعد فتحي مبروك نجم ومدرب الاهلي السابق، واحدا من ابناء النادي الكبار وصاحب التاريخ الطويل داخل القلعه الحمراء، فهو العاشق والمحب لمارد الجزيرة التي قضى بين دروبها قرابة 61 عاما. ولد فتحي مبروك في 5 يوليو عام 1951، وقبل أن يكمل عامه 9 انضم للأهلي وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 71-72. تألق فتحي مبروك بصورة لافتة للنظر، وحقق العديد من البطولات داخل القلعة الحمراء حتى اعتزل الكرة، ولكنه لم يغادر البساط الأخضر، فاتجه للعمل في ضرب الأعصاب المحترقة كمدرب. ويكفي أنه كان مساعداً للراحل محمود الجوهري في قيادة منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وقت أن نزلت عدالة السماء على استاد باليرمو أمام هولندا، وقدم فيها أحفاد الفراعنة مستويات متميزة ورائعة. عمل فتحي مبروك مديرا لقطاع الناشئين بالأهلي عدة مرات، ثقة في إمكانياته وخبراته الكبيرة، كما كان المنقذ حيث تم تعيينه أكثر من مرة مديرا فنيا للفريق الأول. فتحي مبروك الذي قضى في محراب الأهلي قرابة 61 عاما يتحدث عن مستقبل الأهلي وذكرياته الرائعة في الأشبال. تقرير ما شاء الله فيه شغل كبير. شكرا لفريق الاعداد، ما شاء الله عامل تقرير حلو وعامل حاجات حلوه، يعني مش عندي، ممكن ابقى اخدها منهم يعني. طبعا. كابتن فتحي كام سنه في النادي الاهلي يا كابتن فتحي؟ انا من سنه 59. 59؟ يعني وانا عندي 8 سنين تقريبا انضميت للنادي الاهلي بقى، ومسيره النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي لحد ما استمرت لحد 81 بقى ما اعتزلت. تفتكر مين اللي كان بيمرنك في الناشئين او اللي شافتك؟ لا، الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه. والاشبال. يعني الكابتن مصطفى كان قال لي لفظ كده يعني وانا صغير والله. قال لي انت شكلك عفريت. انت منين يا ابني؟ قلت له انا من العجوزه يا كابتن. قال لي شكلك عفريت. بس انت تنفع. قال لي انت تنفع تلعب في الدفاع. ومن ساعتها فعلا هو اللي وظفك. ومن ساعتها كلمته خلاص بقيت في الدفاع يعني. ما شاء الله. تفتكر اول مباراه ليك مع الفريق الاول؟ بص، الفريق الاول يمكن انا سنه 69 انضميت للفريق الاول، كنت انا والكابتن زيزو رحمه الله عليه، الكابتن صفوت، وكان الكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه كان ماسك الفريق في هذا التوقيت، وانضمينا للفريق الاول في هذه الفتره. وكان اول مباراه يمكن ضد الجيش العراقي. كنا بنعمل بقى لفه كده في الخليج وفي العراق، ورحنا العراق ولعبنا ضد الجيش العراقي، واول مباراه لعبتها ضد الجيش العراقي سنه 69. كانت اول مباراه ليك مع النادي الاهلي؟ اول مباراه مع النادي الاهلي، وخصوصا في الدرجه الاولى. طب المباراة اللي بدأت بقى الناس تقول عندنا لعيب اسمه فتحي مبروك في الدفاع، وبدأت الناس يعني العيون تروح على كابتن فتحي،
لا هو دي يمكن بقى بدايه من السبعينات يعني من 71 بقى اما الدوري رجع تاني ابتدى استمر طبعا وتوقف عشان 73 حرب 73 فالامور كلها الحمد لله يمكن من بدايه المشوار الحمد لله الناس عرفت فتح مبروك لان انا كنت انا مجتهد يعني ما اقدرش اقول مثلا لعيب مهاري لا انا كنت مجتهد وكنت قوي وكنت ملتزم جدا الحمد لله يعني كنت ملتزم جدا سواء في المباريات او سواء في التدريب ودائما كان عندي عشق لكره القدم وعشق للنادي الاهلي وعشق ايضا للفريق الاول فدي سمه خلت الناس كلها تحب فتح مبروك الحمد لله ولحد دلوقتي كنت بتلعب باك ليفت كنت بلعب باك ليفت لو النادي احتاجني العب باك رايت كنت بلعب باك رايت يعني بلعب باك ليفت ممكن العب باك رايت مين اللاعب اللي كنت وانت بتلعب في الماتشات بتعمل له الف حساب بصراحه يعني عمر عبد الله كان لعيب المحله كابتن عمر عبد الله طبعا لانه كان من الشورت سبرنتس عنده دي كانت يعني يعمل كده يفرق 5 6 متر كنت دايما ابعد عنه 10 متر عشان لو اتلميته طويله يبقى انا ليه الاسبقيه يعني بس هو كان سريع جدا يعني كابتن عمر عبد الله طبعا كابتن فتحي ما شاء الله يعني مشوار كبير في التدريب سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر هتكلم عن المشوار ده لكن عايز يعني اتكلم عن الفتره الحاليه كابتن فتحي مبروك هو مدير لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي كلمنا اكتر عن طبيعه اللجنه دي وعملها داخل النادي الاهلي هو طبعا طبيعه اللجنه دي يمكن طبعا انت عارف كان كابتن الخطيب ويمكن لجنه التخطيط اختاروني لهذا الموقف بعد ما عديت سنتين في قطاع الناشئين والحمد لله اشتغلنا بارتياحيه واشتغلنا في الاول اشتغلنا كويس قوي ولكن تبع ظروف الكورونا والظروف بقى اللي كانت دائما بتحيط بينا يمكن خلت الامور بقت صعبه جدا بالنسبه لنا انت عارف برضو القطاع الناشئين يمكن السنه دي عمل دمج للفرق في فرق كتير قوي يمكن في لعيبه كتير مشيت حوالي 150 لعيب من النادي الاهلي عمليه دمج الفرق برضو ساعدت ان انت اللعيب اللي لازم تجيبه او الكشافين اللي لازم يجيبوه لازم يكون على مستوى اعلى من اللي موجودين فطبعا دي قليل جدا اللعيبه اللي اخترناهم من خلال لجنه المواهب لقطاع الناشئين في لان المكشفين جابوا لنا لعيبه كتير جدا كتير جدا ولكن المستوى لا يناسب النادي الاهلي واللي كانوا موجودين في النادي الاهلي افضل بكثير عشان يعني. كده ما يعني ما تقدرش ما تقدرش اللعيبة. النهارده ما تقدرش تقول النهارده ان في 20 30 واحد لا ده النهارده يوم عدد هتلاقي 4 5 بالكتير قوي دخلوا قطاع الناشئين في النادي الاهلي وانتوا بتلفوا وبتشوفوا كابتن فتحي وما شاء الله لجنه كبيره بتغطي بتجيب صعيد مصر للشمال لكل حته في مصر المواهب ما زالت موجوده ولا العمليه قلت عن زمان ولا لسه برضو ما في يعني رايحات في المواهب الموجوده لا المواهب قلت المواهب قلت عن زمان طبعا خلينا نتكلم بواقعيه المواهب قلت قوي وقليل جدا ان تلاقي حد النهارده الموهبه دي حاجه بتاعت ربنا الموهبه النهارده دي حاجه مهاريه انت بتحكم على اللعيب النهارده موهبه ازاي مهاري تلاقي لعيب مهاري لعيب عنده الحاجات اللي طبعا تكتيك كره القدم والاسلوب كره القدم والفنيات بتاع كره القدم تلاقيه على مستوى عالي حتى هو صغير بيبان قوي ولكن المواهب قلت جدا جدا انت بتاخد دلوقتي اللعيب لو عنده عنصر من العناصر سواء القوه او سواء السرعه مميز في الطول مميز في التكوين الجسماني فدي العناصر اللي انت شغال عليها الا اذا كان واحد بقى موهبه زي ما بتقول كده يعني فلته ده اللي بنقدر برضه نجيبه يعني واحد حبيبك بعت لي دلوقتي على الهواء بيقول لي لو سمحت اساله اخر مره كسبني عارف كسب التنس امتى عارف طب مين قول لي اول حرف محمد مرجان هو لعيب محمد مرجان بعت لي رساله بيقول لك يعني اخر مره كسب التنس امتى والله يا سياده العميد يا سياده اللي هو محمد مرجان احنا لعبنا ماتش امبارح ايوه ولعبنا اقول له لعبنا ماتش كويس قوي كسبت ولا خسرت؟ لا ده الماتش طلع تعادل ولكن برضو التحكيم ظلمنا. في فار في التنس؟ لو في فار كنت التحكيم ده كنا شطبناهم. شطبنا الحكام. انا حط فار في ماتشات التنس بتاعت كابتن فتحي مبروك في الجزيره. ولكن احنا بنبقى سعداء مع سياده اللي هو بيلعب معانا بصراحه يعني. برضو بيبقى عنده حاجات كويسه كده فنيات عاليه. يعني فنيات عاليه في التنس فالحمد لله يعني بنعشق ان احنا نلعب معاه. خلي بالك انا في ماتش تحدي هعمله معاك يا كابتن فتحي في الجزيره. سنجل وهزيعه سنجل ماشي انا موافق وهصوره وهزيعه انا موافق انا موافق ولو اتغلبت هزيعه زيع وبرضه لو خسرت هتزيعه هتزيعه طبعا هتزيعه طبعا خلاص فريق بس لو خسرت احنا فريق الاعداد فريق احنا نتغلب للنجوم الكبار فريق لا ما تجيبش بقى مبررات فريق الاعداد ده اهو بسمعهم لو خسر لازم يتذاع الماتش ده لا في مباراه هتتلعب ان شاء الله بيني وبين كابتن مبروك في التنس وهذاعها هنا في برنامج الاشتراك خلاص انا موافق اني تايم واحنا بنتكلم بقى بمناسبه دلوقتي يعني عن التنس تعالى اوريك بقى لقطه حلوه لعيبه الفريق الاول محمد شريف وعلي معلول وهما بيلعبوا مباراه في التنس ما بينهم يعني دي كانت قبل التدريب دي جميله دي دي لعبه يعني من الالعاب اللي بتبقى فاني
حلوه، علي معلول ومحمد شريف. دي جميله دي. ده التنس بتلعبه كابتن فتحي ولا التنس التاني؟ لا التنس التاني بقى. التنس التاني ده تحس عارف دي البينج بونج زي البينج بونج بالظبط، بس طبعا بالرجل بتبقى حاجه برضه. دي اصعب وعايزه مهارات. دي اصعب، عنده مهارات طبعا. دي كنا زمان فاكر ما كنا بنحط الشبكه في نص الملعب وبنلعب 3-3 برضه. كنا بنلعب جيم برضه، جيم فولي كده بالرجلين بالراس كله يعني. الدنيا اتطورت دلوقتي، بقت خلاص الترابيزه دي، ودي كمان حاجه فني يعني، بتطلع اللعيبه بره ضغط الماتشات، وهم كمان يعني حتى لابسين الكوتشيات اللي بره جزم الكوره. لا لقطات جميله طبعا، ودي حاجات حلوه قوي على فكره. ممكن على فكره دي ممكن تستغل في التدريب في تنميه مهاره. طبعا ممكن. لو انت النهارده عندك لعيب فيه نوع من المهاره عايز تنمي فيها، ممكن تستعمل الترابيزه دي، وممكن تستعمل الشغل ده، حلو جدا للعلم. مظبوط مظبوط. والله مهاره الاستلام، مهاره النهارده حط الكره في صدره، كل هذه المهارات النهارده تقدر تستغلها في الشغل ده. في تنميه مهاره. طيب دي كانت اللقطه والاجواء داخل الفريق الاول بالنادي الاهلي، طبعا يعني ما تبقاش كلها اجواء مضغوطه ومشحونه نظرا لتلاحم المباريات، فلازم يبقى فيها حاجات فن. كابتن فتحي احنا بنتكلم عن لجنه بقى اكتشاف المواهب. اللجنه دي احنا بتغطي مصر كلها صح؟ بتغطي مصر كلها. طب يعني قول لي بقى يعني طبيعتها في في في, في الصعيد، المواهب الموجوده في الصعيد بيتم انتقائها ازاي؟ بص عايز ادخل في التفاصيل اكتر. احنا الحمد لله يعني الاداره دي كانت اولا الاكاديميه بتساعدنا، يعني اكاديميه النادي الاهلي بتساعدنا، لان بتنزل نشوف الاكاديميه. اكاديميه النادي الاهلي منتشره في الحمد لله في كل المحافظات، 16-17 محافظ. فالمدربين بتوع الاكاديميه نفسهم، مدربي الاكاديميه يمكن كان اتفاق مع الكابتن شطه والكابتن خالد ان احنا اي لعيب النهارده كويس جدا في الاكاديميات يقولوا لنا عليه، واحنا برضو بنروح نبص عليه بصه كده في بعض المباريات، لان ما بقدرش ابص عليه في التمرين، لازم مباريات. يعني لازم يبقى عنده مباراه لازم اشوفها، ولازم ابعت حد من عندي يشوف ويكتب لي تقرير فني. فطبعا الامور كلها بالنسبه للاكاديميات، الاكاديميات كانت بتساعدنا جدا في الحته دي. الاكاديميات بتساعدنا لينا برضو ناس كتير قوي مدربين في الصعيد، فلو لقوا حد موهبه في الفرق في فرق قطاع الناشئين بيرشحوا لنا. زي طبعا الكشافين، الكشافين برضو ما بيلاقوا حد كويس قوي بيرشحوا لنا، وبيدونا جدول تدريبه او جدول مبارياته، وابعت حد من عندي بيشوف وبيكتب تقرير فني عن هذا اللاعب، بناخده يحصل معايشه مع النادي الاهلي لمده اسبوع 10 ايام، وبعد كده القرار النهائي لقطاع الناشئين. طب اللاعب ده يعني هل لقطاع الناشئين فقط، ولا ممكن يكون الفريق الاول ويتم التواصل مع كابتن امير توفيق؟ والله بص دي احيانا يعني برضو احنا عشان برضو نبقى واقعيين. لا الفريق الاول برضو ليه سياسته، طبيعه خاصه، ليه سياسته وليه طبيعته خاصه. وبعدين النهارده مش هتقدر تودي النهارده واحد يعني، لا النهارده واحد ده لازم يكون فيمس مشهور جدا، لازم يكون لعب على مستوى الدوري ممتاز النهارده، لازم يكون النهارده حتى انت شفته كتير جدا. ما تقدرش النهارده لعيب في ماتش بيلعب كويس قوي تحكم عليه ينضم للفريق الاول. لان برضه النادي الاهلي، لا النادي الاهلي الفريق الاول ليه كيان وليه لعيبته. وايضا ليه يعني اللعيب ده لازم يكون بتمتع بحاجات كتير جدا، شخصيه واداء وفني، والبوزيشن اللي هيلعب فيه لازم يكون في النادي الاهلي ناقص هذا المكان. لا في حاجات كتير قوي يعني. طبيعه اللجنه بتعمل اكتر على قطاع الناشئين والمواهب الصغيره، على قطاع الناشئين، الا اذا لقينا واحد فلتة في مثلا في الدرجه الثانيه، ما كنا بنتفرج على ماتشات بنرشح له الدرجه الاولى. بنرشح له الدرجه الاولى، لكن برضه انت عارف ضغط المباريات دلوقتي اصبح النهارده ما تقدرش النهارده تودي واحد للماتشات بصفه مستمره شغاله يعني. تمام. كانت فتحي تنزلت الكوره سنه كام؟ 81 28/6/81. بعدها دخلت في التدريب على طول؟ يعني 28/6/81 دخلت في التدريب على طول. عملت مين اللي قال لك على التدريب او وجهك؟ لا انا كنت بعشق التدريب. حابب يعني التدريب من وقتها، كنت بعشق التدريب، بدليل ان انا يمكن ايام المرحوم ديكوتي انا كنت بسخن الفرقه يعني في الماتشات، انا كنت انزل اسخن الفرقه وكل هذه الامور يعني. يعني الحقيقه انا غاوي التدريب يعني، غاوي حتى وانا لعيب كنت غاوي التدريب. والحمد لله خدت خبرات كتير جدا من الناس اللي اشتغلت معاهم في التدريب. ابتديت بعد 81 على طول، عملت كورس في انجلترا في مدينه بشام ابي كده، وابتدينا بقى نشتغل على طول على الكورسات، وابتديت بقى اشتغل في مدرسه الكوره. الحمد لله في التدرج يعني، الحمد لله كويس. وحضرتك كنت لاعب وبتسخن اللعيبه وقت هدوكوتي، كان في اكيد في مواقف ما بينك وبين اللعيبه؟ لا والله ابدا يعني، كنا برضو انت عارف يعني زي زميلهم وفي الملعب وبتسخنهم بزميلهم وفي الملعب، بس ما اقدرش، ما عنديش النهارده ان انا النهارده مثلا ما اقدرش اشخط في لعيب، لان اللعيب زيه هنلعب الماتش. ما اقدرش يعني، ما اقدرش النهارده بس في واحد لازم يخرج برضه يعني،
لا هو دايما بقى بص احنا كان الحمد لله مجموعتنا دي والله العظيم مجموعه مميزه جدا 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 في النادي الاهلي. روح واداء جدعانه، مش عايز اقول لك كنا محترفين ولم يدخل احتراف مصر. كنا محترفين يعني، كنا ممكن النادي ده نروح الساعه 10 الصبح نمشي الساعه 12 بالليل من النادي. طب ما تقول لنا الجيل بتاعك النادي عشان نفكر يعني برضو يعني برضو الكابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن شوبير برضو في الاخر، طبعا مصطفى عبده، مصطفى يونس، جمال عبد العظيم، محمد عامر، مختار، الكابتن خطيب، محسن صالح، ناقو زيزو، يعني كان عندنا جمال عبد العظيم، كان عندنا كابتن انور سلامه، كابتن مصطفى عبده كان دمه خفيف قوي. طب ما تقول لنا يعني بقى، كان كابتن مصطفى دمه خفيف بس هو طبعا كان بيخاف يعني، قد دمه الخفيف ده تعمل له موقف يخاف منه. يعني مره في النادي كان، انت عارف كابتن حمود الله يرحمه كان مدلك عندنا في الفريق الاول. مره الاثنين كانوا داخلين، كنت في اوضه مجلس اداره، استخبت لهم في اوضه مجلس اداره الاثنين، الاثنين هم داخلين استخبت لهم تحت الترابيزه وطفيت النور، وهم دخلوا اول ما دخلوا بيولعوا النور رحت طالع، الاثنين جريوا على بره، مع ان حموده ده ايه كان ملاكم. مصطفى عبده طبعا بيخاف من خياله يعني. معانا كابتن مصطفى عبده بتشوفه معانا من قناه الاهلي على الهوا، لكن دايما ليه مواقف حلوه هو، هو كان لاعب. لا هو دمه خفيف يعني الحمد لله. طيب لما ابتديت في النادي الاهلي في في في, في قطاع الناشئين وقتها او في البراعم تدريب، ابتديت بعد كده مع كابتن جوهري، يعني كانت سكه دايما كابتن فتحي مبروك، ارتبط برضو اسمه بمشوار تدريبي كبير مع كابتن محمود الجوهري سواء في النادي الاهلي او كمان مع منتخب مصر. لا وانا على فكره اتمرنت مع الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه سنة، يعني وانا صغير وانا 15 سنه، لان هو كان ماسك فرقه ال 15 سنه في هذا التوقيت، وكنا بنتمرن في لو تفتكر اتحاد الجيش في كوبري القبه، وكنا بنروح، كنت بركب الاتوبيس من التحرير واروح اتمرن وكله، ودايما تلاقي الملعب تحس ان انت فعلا داخل الملعب هتأدي تمرين. يعني الكابتن جوهري كان منظم جدا، تلاقي الحواجز وتلاقي الاجوال الصغيره وتلاقي الملعب الوحده التدريبيه، انت تبص الملعب كده تبقى مشتاق قوي ان انت تنزل الملعب. طيب بمناسبه بان العميد مرجان بيكسبك في ماتشات التنس. ايوه قول اللي عندك. ده الاحتفال بعد ال بس ما كانش بيلعبني. طب مين اللي في الكادر ده؟ كده ده في الكادر دلوقتي كده، بس هو ما كسبش. بس انا بكسبه. اكسبه فين؟ ما هو كان فتحي، انت بتقول لي ما كنتش موجود، لا انت موجود دلوقتي. يعني اللقطه دي ممكن يكون بيعترض على التحكيم. لا اللي هو مرجان والله بجد يعني من الناس الجمال بجد والله، يعني حتى لاعبين ماتش امبارح من الناس الجمال، وليه روح كده في الملعب والله بجد. بس يعني لازم ماتشاتكم في التنس لازم يكون فيها فار. ايه؟ يعني اهم من ماتشات الدوري الممتاز. بس هو يعني هو في التنس اقوى مني. اقوى مني في التنس، يعني بيختار الحكام طبعا. الحكام طبعا. طب انا بقول لك اقوى مني في التنس وانا هقول لا. يعني بيختار الحكام، بيختار مين اللي يحكم له. يقول اوت، يعني الحكم لازم يقول اوت زيه خلاص. يعني ما تقدرش النهارده ما تقدرش. هنروح لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل بقى اسال الكابتن فتحي مبروك عن الكابتن جوهري اكتر، وتعلم منه ايه في مشواره التدريبي. ما شاء الله رافق الكابتن جوهري كابتن فتحي مبروك في كاس العالم 90 وايضا في بوركينا فاسو 98، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا شخصيا مستمتع بالحوار مع ضيفي كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي كنت بسالك قبل الفاصل عن الكابتن جوهري رحمه الله، تعلمت من الكابتن جوهري ايه؟ وانا زي ما قلت لك يعني اللقطه الاولانيه اللي انا خدتها من كابتن محمود الجوهري يمكن وانا عندي 15 سنه، ما كنت اتمرن فعلا في اتحاد الجيش في كوبري القبه، كنت اتعلمت منه حاجات كتير قوي. ان هو طبعا كان ضابط في القوات المسلحه، فتحس ان انت داخل الملعب فعلا يبقى ليك نفس تتمرن، الادوات جاهزه، الشغل كله جاهز، يعني ما يستناش ان احنا ننزل الملعب وبعدين يفكر، لا كان دايما قبل التدريب، قبل التدريب يبقى مجهز الملعب، مجهز الوحده التدريبيه اللي هنشتغل عليها. كان بيحب مهنته قوي قوي، فدي انا خدتها منه. يعني الحمد لله كل الفرق لما مسكت فرق كنت قبل الوحده التدريبيه، قبل اللعيبه ما تيجي بساعه تلاقي الملعب ده الوحده التدريبيه جاهزه، الادوات كل حاجه شغال في الملعب شغال. عشان الحته الثانيه الروح، يعني برضو الروح دي بتبقى حلوه قوي. كابتن جوري رحمه الله عليك الروح حلوه قوي، يعني روحه سواء القتاليه او روحه مع اللعيبه، يعني بيتمتع بالاثنين. روحه القتاليه حلوه قوي، ان هو يبقى يحفز اللعيبه وفي نفس الوقت بيحب اللعيبه قوي. انا كانت عندي دي. هو دائما
كان يفكر في المستطيل الأخضر. المستطيل الأخضر ده يعني يبقى كيان لوحده، كيان لوحده، عايز بقى نضحك، عايز نهرج، عايز نتكلم بره الملعب. أنا تعلمت منه دي، تعلمت منه الانضباط في شغلي، انضباط في شغلي برضو دي حاجة مهمة جدا جدا. الكابتن جوهر رحمة الله عليه كان منضبط جدا جدا في شغله وفي توقيتاته وفي كل شيء. اتعلمت منه، اتعلمت منه برضو ان انت لازم في بعض الاوقات الفنية لازم تجازف، يعني في مرات كده لازم تجازف، اتعلمت منه دي. كاس العالم 90 كان حلم لمصر والمصريين، علشان تحلم وتوصل لازم الحلم اكيد ابتدى من قبلها، الكواليس بقى والاستعداد لكاس العالم وتحضير الكابتن جوهري وانتقاء اللاعبين والمعسكرات. هو بس الحمد لله يمكن برضو احنا فكرنا كويس قوي قبل كاس العالم، وكانت في مجموعه يمكن برضو المجموعه بتاعتنا، ولكن كان الاهم في كل هذا بعد ما تخطينا المجموعه مباراه الجزائر، مباراه الجزائر اللي هناك واللي كانت في القاهره. اللي هناك طبعا انت رايح فرقه الجزائر، كان فرقه الجزائر في هذا التوقيت كان فيها كم محترفين مش عايز اقول لك، يعني كانت من الفرق اللي على الساحه الافريقيه، شمال افريقيا، من الفرق المميزه جدا. فاحنا كنا رايحين هناك، رايحين في جو كمان كان في جو متوتر جدا بيننا وبين الجزائر في هذا التوقيت، او بيننا وبين منتخب الجزائر في هذا التوقيت، عشان ما حدش ياخدها بسبب عمل. ليه؟ لان حد كان كتب في بعض الجرايد ان لازم منتخب مصر يلعب هذه المباراه بروح اكتوبر، مصر اكتوبر 73 بروح اكتوبر. فطبعا هي عملت شويه توتر هناك مع الجماهير وشويه توتر مع المسؤولين. وبدليل ان احنا حتى لما نزلنا هناك، يمكن مش عايز اقول لك، ركبنا الطياره نزلت مطار، ركبنا اتوبيس، لن نرى الشارع وعربيات شرطه، وحد ما دخلنا الفندق الاوتيل برضو حواليه شرطه كتيره جدا. الملعب رحنا اتمرنا ما شفناش شكل الشارع حتى في المباراه، لعبنا المباراه وخرجنا على مصر على طول. فالجو كان متوتر، يعني الجو كان متوتر. كانت مباراه الصعود اللي كانت في مصر هي مباراه الصعود بقى دي. دي اللي كانت مهمه جدا، لان عملنا ماتش كويس جدا هناك، اتعادلنا. وكان الجو هناك كمان يعني الجمهور الجزائري كان محترم جدا، شوف رغم هذا الشحن المعنوي، ولكن الجمهور الجزائري كان محترم جدا جدا. فوالله يا كابتن اسامه ما تتخيلش، ما احنا عملنا المباراه دي وتعادلنا، الجمهور الجزائري شجع منتخب مصر بعد هذه المباراه تشجيع غير عادي هناك في الجزائر. طب المباراه اللي كانت في مصر بقى، ليله المباراه، وهي دي مباراه الصعود، ليله المباراه، يمكن اقول لك ليله المباراه اولا الجماهير المصريه العظيمه، احنا كنا مش عايز اقول في دار الدفاع الجوي، كنا بنعتبره بيتنا على طول، دار الدفاع هناك على طول، دار الدفاع الجوي ده مش عايز اقول لك العربيات وكميه الكلاكسات وكميه مصر دي كانت على طول في ودننا، حتى بقول لك واحنا على العشاء واحنا في الاوض واحنا بره واحنا هننام، كل هذه الامور يمكن للساعه 2 3 الجماهير بتلف حوالين دار الدفاع الجوي مصر. فاديتنا دوافع عاليه قوي، ان احنا هذه المباراه مباراه خلاص بقى مصيريه، بتلعب ضد منتخب قوي زي ما قلت لك فيه محترفين كتير. دخلنا بقى في المحاضره، ودخلنا في الشحن المعنوي، ودخلنا في الامور دي كلها، ودخلنا الاستاد، اتفاجئتوا بالجمهور ولا متوقعين؟ اتفاجئنا ب 130 الف متفرج. مفيش مكان لمخلوق. طبعا مش عايز اقول لك يعني حصل شيء من عارف بقى، اما الجماهير دي تديك دفعه معنويه. 130 الف متفرج. اللعيبه الحمد لله نزلت ادت اداء كويس جدا. ويمكن الكابتن حسام سجل الهدف. وصعدنا بيه لايطاليا. طيب ولما صعدتوا بقى لايطاليا والمجموعه بتاعتنا، المجموعه الناريه وهولندا ورود خلت، انت عملت ايه لما عرفت ان اللاعب رود خلت؟ لا احنا اول ما عرفنا المجموعه قويه. طبعا يعني هولندا كان نارية. هولندا كانت واخده بطوله الامم الاوروبيه. يعني سنه كام كانت واخداها؟ شوف انت، كانت 88 كانت واخداها، 88 قبلها بسنتين بطوله الامم، وكانت بتجمع زي ما انت قلت كم كبير من اللعيبه. منتخب انجلترا كان كويس جدا. ايرلندا كانت يمكن فريق مغمور، او ما كانش عندنا معلومات كتير عنه. ولكن شوف بقى ان الكابتن جوري قال لي في ماتش ايرلندا وروسيا. ماتش ايرلندا وروسيا، الماتش ده كان في ايرلندا، قال لي هتطلع الماتش ده تتفرج على ايرلندا وتجيب لي تقرير فني كويس على ايرلندا كامل عن ايرلندا. طبعا وفعلا رحت، نزلت لندن، ويمكن انت عارف حبيبي كابتن عباس قعود. طبعا كابتن عباس قعود يمكن نجم سكواش. وقعدت عنده ليله، وبعد كده خدنا طياره وطلعنا ايرلندا وجهزت التقرير، وجبنا بقى اتفرجت على ايرلندا وروسيا،
وجيت قلت للكابتن جواري في هذا التقرير، قلت له اقوى فرقه هنقابلها في المجموعه دي ايرلندا. ازاي وهولندا ليه ومش ليه؟ قلت له لا، الفرقتين التانيين بيلعبوا كوره يعني زينا. فرقه ايرلندا فرقه قويه جدا، فتنس عالي جدا، اجسام ما شاء الله يعني ويل بيلت كلهم، عندهم رؤوس حرب مميزه، بيلعبوا بالسيستم او التكتيك الانجليزي زمان، كلها كور طويله بيحطك في ال 18. ولو تلاحظ ماتش ايرلندا احنا فعلا فعلا يمكن 90 دقيقه كنا محصورين في ال 18 في نص الملعب. حقيقه طبعا بطوله 98 من البطولات الغاليه في الكره المصريه، كان كل التوقعات قبل البطوله منتخب مصر مركز 13 هيركب اول طياره ورجع تاني. عايز اعرف الكواليس. مركز 13 ده اول طياره وراجعين تاني. اول مركز 13 اعرف الكواليس لكن بعد الفاصل يا كابتن فتحي. طيب بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال كابتن فتحي قبل الفاصل عن البطوله الغاليه الكبيره في الكره المصريه، بطوله كاس امم 98 بوركينا فاسو، وليها كواليس كبيره كمان. الكابتن جوهري كمان يعني حكاياته قبل البطوله واللي وصله للجماهير المصريه قبلها. الكواليس يا كابتن فتحي. لا هي الكواليس، اولا احنا كنا في معسكر زي ما قلت لك في دار الدفاع الجوي ده، وفجاه كده كان في مؤتمر مؤتمر الكابتن جوري عمله برضه للصحافه والاعلام عشان يعرفوا ايه ظروف المنتخب وهنشتغل ازاي والمرحله اللي جايه. فطبعا ما كانش الكابتن جوري الله يرحمه عنده امل ان منتخب مصر يتخطى الادوار الاولانيه. كان ترتيب مثلا يقول لك ده انا هطلع سابع ثامن عاشر كلام من فكل الناس، الراي العام هيئ فعلا ان منتخب مصر ده رايح كده مجرد هيرجع فورا المشرف ويرجع بس ما كناش لاقيين حجز طيران. بس فشوف والله يا كابتن اسامه ما خدينا الدوافع الا ظروف المعيشه هناك. ظروف المعيشه، نزلنا اولا مطار بوركينا فاسو مع احترامي طبعا لدوله شقيقه ودوله جميله. الامكانيات اول ما نزلت المطار انا نفسي اتخضيت. يعني ابص كده فين ايه، ما فيش ولا في، لا لقيت برضو كشك والاجراءات والوصول وكلام من ده. خلاص ركبنا الاتوبيس وروحنا على المعسكر. المعسكر بقى معسكر اوتيل بقى وحاجه، قاعدين في الشاليهات. ببص لقيت باب حديد مفتوح وشاليهات والدنيا كحل. اللعيبه نفسها اول وهله والله يا كابتن، اول ما نزلت عملت ايه؟ يعني اللعيبه اول ما نزلت المعسكر ده عملت ايه؟ جريت على الشنط اللي احنا واخدينها بتاع الاكل. ايوه بتاع الاكل. كابتن جوهري كلك في المحاضره، كابتن فتحي مبروك، كابتن علاء نبيل قال لكم عايزكم تلفوا على اوض اللعيبه. ده ما بقول لك جبنا كل حاجه طلعوا الاكل. ده بقول لك اللعيبه الاول وهله لما شافت الموقف كده جريت على الشنط، خدت كل واحد خد وحطه في شنطه. طبعا احنا كابتن جر عامل اجتماع. ايه الاخبار؟ قلت له بص يا كابتن احنا جينا ولازم نتعامل مع الموقف، لان سالنا في اوتيلات مفيش حاجات اسمها اوتيلات هنا. هو ده المعسكر اللي هنقعد فيه، فلازم نعيش اللعيبه على هذا الكلام. فعملنا اجتماع مع اللعيبه وقعد بقى مع اللعيبه قال لهم بصوا كل واحد من حضراتكم الشاليه ده يعتبره بيته، عايز بقى تحط سرير هنا سرير هنا تعمل اللي انت عايزه، لازم نتعايش. وفعلا الظروف اللي احنا عشنا فيها هناك هي ظروف كانت مناسبه جدا ان مصر تحوز على هذه البطوله. اللعيبه عايشه حياه كره القدم، اللعيبه ما فيش حاجه لكشري بقى، ما فيش اوتيلات، ما فيش خروج. اخرج البيبان ما فيش، اخرج زي ما انت عايز. الجدع في الغابه، الجدع يخرج. والله الجدع يخرج. بس اللعيبه اتعايشت، واللعيبه كانت بتتحمل مسؤوليه كبيره جدا في هذا التوقيت. واللعيبه يمكن زي ما قلت لك ان كانوا فعلا متفرغين لكره القدم، متفرغين لهذه البطوله. كانت اصعب في البطوله دي كانت ايه؟ لعبتوا ساحل العاج وقتها، لعبنا ساحل العاج ولعبنا بوركينا فاسو ولعبنا موزمبيق ولعبنا جنوب افريقيا. لعبنا جنوب افريقيا. شوف انا يمكن من اصعب المواقف او من اصعب المرات ماتش بوركينا فاسو وماتش جنوب افريقيا النهائي. طبعا يعني دول الماتشين اللي كانوا صعب، لان بوركينا فاسو بلدهم وجماهيرهم وكل هذه الامور، وكان عندهم مش عايز اقول لك خط فراودي سرعه جدا. سرعه جدا يعني احنا حتى فكرنا في الجانب الايسر ده، فكرنا تفكير مش عايز اقول لك مين لعب ظهير ايسر ساعتها. مين كان؟ محمد عمار، هاني رمزي. هاني رمزي كان في نص الملعب، هاني رمزي حطيناه يقفل مع محمد عمار في الجنب ده طبعا عشان سرعه الراجل اللي كان بيلعب في الجنب اليمين. كان عندهم صواريخ قدام. الحمد لله كسبناهم 2-0 وصلنا طبعا النهائي مع جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا يمكن برضو يمكن من الفرق اللي كانت كويسه جدا، من الفرق برضو اللي على الساحه الافريقيه، فرقه كنا قلقين جدا برضو من الفاينل معاه. دي انتهت بركلات الجزاء دي، ده انت لا ده ساحل العاج اللي انتهى بركلات الجزاء. احنا كسبنا 2-0 هذه المباراه جنوب افريقيا.
جاب احمد حسن احمد حسن وطارق مصطفى طارق مصطفى فاول فاول تكتيكي اتعمل حلو قوي يعني سجلنا كابتن فتحي ما شاء الله يعني تاريخ كبير مع تاريخ كبير مع منتخب مصر الاول كاس عالم 90 بطوله 98 كابتن فتحي مبروك ما خدش حظه في المنتخبات وهو مدير فني ان يكون موجود بخبراته الكبيره دي ممكن يكون مدير فني منتخب اولمبي مدير فني للشباب للناشئين اعرف الاجابه لك بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كنت بسال الكابتن فتحي مبروك ما شاء الله يعني تاريخ كبير مع منتخب مصر الاول سواء في كاس عالم 90 مع كابتن جوهري ولا 98 ليه كابتن فتحي مبروك يعني اتحاد الكره ما استغلوش واستفاد منه انه يكون مدير فني المنتخب اولمبي منتخب شباب منتخب ناشئين بالخبرات الكبيره ده كابتن فتحي لا انا اتكلم بواقعيه ما حدش يزعل مني يعني انا بتكلم بحب اتكلم بواقعيه طبعا احنا يمكن بعد ما سيبنا المنتخب حصل ظروف كتير قوي وبعدنا ورجعنا تاني وهذه الامور ومحدش سال بقى بعد كده المساله يا كابتن اسامه المساله علاقات يعني خلينا نتكلم بواقعيه لدرجه ان مره احد جه في اتحاد الكوره بيقول لي انت فين فين من المنتخبات قلت له والله السي في بتاعتي غالبا غالبا ضاعت من اتحاد الكوره مع ان خساره والله السي في غالبا ضاعت من اتحاد الكوره ضحك هو نفسه ضحك فطبعا الامور برضه بترتبط بعلاقات الامور بترتبط النهارده انت فين من الناس المسؤولين في اتحاد الكوره هو اللي بيحط بيحط الشكل وبيحط الفرقه وبيحط كل ما تتخيله من اجهزه فنيه على مستوى المنتخبات يعني فالحمد لله الحمد لله قوي كده الحمد لله لكن مع النادي الاهلي ما شاء الله كابتن فتحي مبروك جه في ظروف صعبه 2003 و2013 2003 حقق بطوله كاس مصر و2013 بطوله الدوري وانت كنت معايا 2003 2003 طبعا كانت بطوله صعبه جدا وكان توقيتها في الظروف صعبه جدا وما كانش عندنا لعيبه ما كانش عندنا لعيبه والله فعلا كان لسه النادي الاهلي بيمر بفتره احلال وتجديده ما كانش فيه لعيبه لا وكان برضو الامور كانت صعبه جدا وخسرنا بطوله الدوري ويمكن كنا بنشتغل على الجانب المعنوي لو تفتكر ان احنا برضو لازم معنويا بطوله صعبه يا كابتن فتحي كانت الكاس ولا كان 2013 بطوله الاثنين كانوا صعبين قوي الاثنين كل لان كنت جاي في ظروف صعبه يعني ما تقدرش تقول ان انت جاي مثلا شهرين ثلاثه تشتغل مع الفرقه تتحط في بطوله خلاص دي اسبوع 10 ايام وتخلص البطوله اسبوعين بالكتير قوي فطبعا بطوله كاس مصر يمكن زي ما قلت لك كانت بطوله صعبه يعني مطالب كجهاز فني ومطالب كلاعيبه ان انت تعوض بطوله الدوري اللي خسرتها ببطوله كاس مصر ودي جانب معنوي كنت جانب نفسي بشتغل مع اللعيبه كويس قوي زاد بقى حته الروح القتاليه العاليه جدا اللي تميز بيها اللعيبه في هذه الفتره وانت حضرتك كنت منهم يا كابتن اسامه كان كابتن محمود الخطيب كمان مشرف على الكوره وقتها كابتن الخطيب مشرف على الكوره ايوه وهو اللي اتصل بيا على فكره والكابتن حسن ساعتها هم اللي بلغوك هم اللي بلغوني انت فين قلت لهم في البيت قالوا تعالى عايزينك ورحت وقالوا لي يعني هتمسك الفرقه لفتره مؤقته ودي بحترمها على طول ان يقول لي فتره مؤقته بحترمها على طول يعني علشان كده في المقدمه في بدايه حواري قلت يعني واحد من ابناء الاهلي المخلصين الحمد لله فتحي مبروك على مدار تاريخه في النادي الاهلي واحنا بنتكلم برضه يا كابتن فتحي عن النادي الاهلي شايف مباراه الاهلي وكايزر تشيفز المباراه اللي هتبقى في النهائي الافريقي ازاي خاصه ان في ناس قالت ده كويس الاهلي هيقابل كايزر تشيفز فرقه يعني اقل شويه هل فرقه اقل شويه ولا النهائي الافريقي برضه خارج التوقعات وبدل فرقه وصلت النهائي فرقه قويه طب بص يا كابتن اسامه اتكلم بواقعيه النهارده على المستوى الافريقي بكلمك جد النهارده احسن فريق على المستوى الافريقي النادي الاهلي خلينا نتكلم بواقعيه نتائج اداء سواء داخل او سواء خارج النادي الاهلي مميز على المستوى الافريقي دلوقتي طبعا هتلعب مع كايزر تشيف النهائي ولكن زي ما قلت لك انا اتفرجت على كايزر تشيف مع الوداد الفرقه دي من الفرق اللي عندها الطابع الدفاعي طابع بتلعب زون ديفنس في نص ملعبهم بيلعب بتسع لعيبه وبيلعب راس حربه واحده يعني حتى في التامين الدفاعي هتلاقي ثلاث استوارات تلاقي اثنين على الطرف وتلاقي اثنين من وسط الملعب الديفندرز داخلين هتلاقي في كم دفاعيا تسع لعيبه على الاقل بيدافعوا ولكن الـ مع الوداد برضو يمكن برضو كان فيه عامل استعجال شويه استعجال في انه عايز يعوض الجون اللي سجل فيهم فده ادى ارتياحيه لفرقه كايزر تشيف عشان كده طلع حتى بهذه النتيجه في المغرب ويتعادل في جنوب افريقيا لا النادي الاهلي قادر النادي الاهلي عنده من اللعيبه وعنده من الامكانيات وعنده من النواحي الفرديه والناحيه الجماعيه والتكتيك واسلوب اللعب ان شاء الله تبقى هذه البطوله ان شاء الله ان شاء الله تبقى شايف برضه كانت فتح صعوبه المباراه يعني مباراه الوداد اللي خرج منها كانت ماتشين مباراه ذهاب وعوده لكن المباراه الفاينل المباراه الوحيده ما بقاش فيها تعويض خلاص ما بقاش فيها تعويض بس النهارده لعيبه النادي الاهلي
لعيبه النادي الاهلي خلاص تعودت على البطولات. النادي الاهلي خد 9 بطولات ان شاء الله دي تبقى العشرة يا رب ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي تعود. النادي الاهلي عنده من العناصر عنده عناصر تقدر النهارده ان شاء الله تقدر تكسب هذه المباراه، تكسبها بنتيجه كمان كويسه. شايف موسيماني ازاي مع النادي الاهلي؟ والله بص اختياره بقى بص يعني كان اختيار خارج التوقعات يعني بص هو اختيار خارج التوقعات وجنوب افريقي وكلام من ده، ولكن النتائج والبطولات اللي عملها في هذه الفتره لا نال اعجاب الجماهير ونال اعجاب الاعلام، وخلاص النهارده حتى في ثقه بينه وبين الجماهير وثقه بينه وبين اللعيبه، ودي بطولات وانجازات برضه هتحصل في تاريخه. طب الناس اللي لسه ما زالت بتشكك في قدرات موسيماني، يعني لحد دلوقتي موسيماني يعني حقق الدوري مع النادي الاهلي، حقق بطوله افريقيا 9، السوبر الافريقي ثالث العالم، كاس مصر ماشي ما شاء الله بخطى ثابته بيوصل في البطوله العاشره للفاينل، يعني شايف الناس ازاي اللي لسه ما زالت تشكك في قدرات موسيماني وتقول لك موسيماني مش هو مدرب النادي الاهلي، يعني ممكن يترد عليهم ازاي الناس؟ هو بيقاس النهارده المدرب ازاي او المدير الفني بيقاس ازاي؟ بنتائجه دي نمبر 1 بيحققها نمبر 1 النهارده النتائج البطولات ماشي. النهارده الاسلوب اللعب يعني عجبني جدا ماتش الترجي هناك يعني انا شخصيا عجبني جدا على المباريات اللي ادارها موسيماني. ما انا بقول لك ليه، لان برضو التفكير النهارده ان حمدي فتحي في وسط الملعب حمدي فتحي النهارده بيحتاجه النهارده في الجوانب الدفاعيه يبقى ستوبر ثالث، ده تفكير فكر مدير فني النهارده حط اكرم توفيق النهارده كظهير على الراجل المميز بتاعهم في الجانب الشمال حاجه برضو ده تفكير مدير فني تفكير مدير فني النهارده بنستغل سرعات واحد زي محمد شريف تفكير كل هذه الامور لا رؤية فنية كويسة هنا برضو رؤية ضد الترجي عملنا رؤية فنية كويسة عملنا نتيجة كويسة جدا وأنا كنت أتوقع أن النادي الأهلي يكسب الترجي 2-3 على الأقل هنا في مصر والله كنت متوقع رغم برضو صعوبة المباراة وكان لسه تساوي الحظوظ ما بين فرقتين لكن كان عندك بس لا بص النادي الأهلي زي ما قلت لك على المستوى الأفريقي من أحسن فرق على المستوى الأفريقي بصراحة يعني أتمنى إن شاء الله العملية تكمل على ألف خير ويبقى يعني البطوله العاشره من نصيب الاهلي ان شاء الله يا رب ان شاء لما الله. يجي التحضير ليها ان احنا خلاص دخلنا في ملف الدوري. شايف المنتخب الاولمبي بقى عايز اروح للمنتخب الاولمبي، ما شاء الله عندنا جيل من اللعيبه المميزه اللي ممكن تحقق حاجه، شايف الجيل ده ازاي مع الكابتن شوقي غريب؟ لا هو الجيل في هارموني حلو قوي بينه وبين الكابتن شوقي غريب بدليل بطوله الامم الافريقيه اللي في مصر الفرقه خدتها والظروف الصعبة أرض برضو اللي بيمر بيها الفريق يعني برضو بيمر بيها الفريق إذا كان دلوقتي في معسكر فكان برضو الظروف ما كانش الكابتن شوقي عامل أجندة يقدر يشتغل بيها على هذا المنتخب فكانت ظروف صعبة جدا طبعا نظر فيروس كورونا والمشاكل والفرق بتعتذر والكلام من ده ولكن منتخب قادر مع أن صعوبة المجموعة يعني في أسبانيا والأرجنتين وأستراليا أسبانيا أرجنتين أستراليا برضه فرق كويسه يعني فرق اذا كانت الفرق بتتمتع بالجانب المهاري والجانب التكتيكي واسلوب لعب زي مناسب لاسلوب مصر ولكن ممكن تلاقي فرقه استراليا فرقه بقى بتمتاز زي ايرلندا كده في كاس العالم فرقه تتمتع بالتكوين الجسماني القوي التحامات القوه السرعه حاجات كتير قوي فمنتخب مصر ان شاء الله قادر ان هو يعمل حاجه كويسه ان شاء الله مع كابتن شوقي. الماتشات في الاولمبياد ده في صالحنا ان احنا هنقابل اول اسبانيا من الفرق القويه المرشحه للاولمبياد تاني مباراة الأرجنتين التالتة استراليا هل الترتيب ده في صالحنا وحضرتك مدير فني برضه انت ساعات وانت قاعد في الماتشات بيبقى فيها مجموعة بتختار بتقول يا لو الفرقة دي كان جات لي في الأول أقدر أدخل في جو الماتشات بدل ما أخبط في الفرقة تقيلة من الأول. الكابتن شوقي برضه خلي بالك لازم يدرس كويس الفرق اللي هيلاعبها يعني لازم يدرس التلات فرق كويس. أنت هتقابل أسبانيا أنت عايز إيه مباراة أسبانيا؟ هتحط النهارده التكتيك وهتحط الأسلوب وهتحط التشكيل المناسب لهذه المباراة. افرض النهارده لقيت عنده واحد مميز جدا مثلا في الجنب الشمال ولا في الجنب اليمين يبقى النهارده تشوف مين الظهير اللي هيقدر يشتغل مع الناس دي. النهارده لو في ثغرات في خط الدفاع النهارده الاسبان ممكن تشوف مين السرعات اللي هتقدر تستغلها. ذاكر الفرق كويس لازم عشان تقدر تشتغل كويس وتقدر تعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعني مين الثلاثه لو الكابتن فتحي مبروك مكان الكابتن شوقي غريب مين الثلاثه الكبار اللي اختارهم؟ بص انا كنت من زمان على فكره يعني من ساعه ما اللي حقق له ثلاثه كبار انا كنت يمكن حاطط نمبر 1 الشناوي محمد الشناوي نمبر 1 عشان برضو اكون واقعي كنت حاطط برضو لان برضو محتاج كابتن شوقي حد تقيل في وسط الملعب ديفندر وسط ملعب بين عمرو السوليه وبين طارق حامد
يعني كنت حاطط الاثنين يعني دول، يعني المفاضله ما بين طارق حامد والسوليه وعمرو السوليه. برضو عايزين تقل في حته الديفندرز وسط ملعب يكون عنده الخبره ان يقدر يكلم اللعيبه، يقدر شخصيته تقدر تقود وسط الملعب. كنت برضو حاطط محمد صلاح، بس محمد صلاح طبعا يعني صعبه دلوقتي. شوف بقى اي حد النهارده ايه الممكن يستفاد منه في العنصر الثالث النهارده، كابتن شوقي غريب. يعني اختيارات الكابتن فتحي مبروك يا جايه اختيارات فنيه، ان يبقى في كل خط لعيب، ولا هم دول اللي ممكن يعني؟ لا، ما انا بتكلم بواقعية. انا النهارده محتاج النهارده خبرات حارس مرمى عاليه جدا. عاليه جدا في معترك مرمى طبعا، حارس مرمى طبعا يعني زي ما بيقولوا نص الفريق. فمين النهارده على المستوى الافريقي ومستوى المحلي والمستوى المنتخبات؟ محمد الشناوي. النهارده زي ما قلت لك، النهارده ديفندرز وسط الملعب، لان محتاج ناس ليها تقل في وسط الملعب ما بين عمرو السوليه وطارق حامد. كان محمد صلاح كان هيدي دفعه كبيره جدا معنويه للفرقه، دوره مهم جدا القيادي. انت لا، ده انت كمان على اسم منتخب مصر في اليابان، محمد صلاح موجود على راس البعثه، هيدي النهارده اهتمام كبير لمنتخب مصر. الحاجه الثانيه، الفرقه اللي هتلعبها يبقى عامل حساب كبير قوي لمحمد صلاح، لان محمد صلاح على المستوى العالمي اصبح خلاص الناس كلها عارفاه. فكان هيدي تقل سواء معنوي واعلامي وجماهيري وايضا فني داخل الملعب. ممكن يحققوا ميداليه ان شاء الله. كنت فاكر اتمنى ذلك ان شاء الله، قادر ان شاء الله. اتمنى ذلك، وان شاء الله احنا قادرين، لان برضو الدوافع عند منتخب مصر وعند اللعيبه دي لازم تكون دوافع عاليه جدا. من خلال المعسكرات هنا ومن خلال مباراه، حتى لو مباراه وديه، لازم يبقى في دوافع عاليه جدا للعيبه دي. تمام. اخيرا عايز برضو اكلمك عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك يعني عمل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي سنوات طويله، سواء مدرب، سواء مدرب لفريق الشباب الفريق اللي كان تحت الفريق الاول على طول، وايضا كمان رئيس قطاع الناشئين لمده سنتين او ثلاث سنين. شاف قطاع الناشئين من النادي الاهلي ازاي؟ والله القطاع الحمد لله ماشي كويس. يعني القطاع برضو خلينا بنتكلم بواقعيه، هي زي ما قلت لك، يمكن عمليه دمج الفرق دمج الفرق وتوقف المسابقات، وبرضو بسبب فيروس كورونا والكلام من ده، ساهمت شويه ان برضو القطاع في حاجات ايجابيه كويسه جدا. يعني في حاجات ايجابيه كويسه، في مدير فني دلوقتي اجنبي بيقود النهارده. في النهارده الكابتن خالد بيبو طبعا النهارده بيشتغل، والمدربين بتشتغل كويس جدا. فكل هذه الامور اتمنى القطاع الناشئين يبقى افضل من كده، ويبقى البطولات افضل من كده ان شاء الله. يعني انت شايف ان لسه ما زال في عندنا مواهب في قطاع الناشئين، في كتير، خاصه كمان الارقام اللي بقت مبالغ فيها دلوقتي في كتير. بص يا كابتن، انا اتفرجت النهارده على ماتش مصر بتاع الشباب، اللي انتهى 3-0 تعالى. في واحد مميز جدا وكنت حاطه في حسبان ان ده هيبقى ان شاء الله لعيب درجه اولى، لعيب درجه اولى في النادي الاهلي. والله العظيم يعني انا اتفرجت عليه كنت مبسوط جدا من ادائه. طب مين ده؟ واحد عندنا في النادي الاهلي. طب ما تقول لنا اسمه. محمد عبد النبي الاسطوبر. الولد ده اولا خدناه من الاختبارات، وانا اخترته من الاختبارات. ولد عنده مقاومات، راجل وروح واداء وكل ما تخيله. يعني كان في الاول بيلعب باك ليفت، باك شمال، ووظفته انا برضو كلمت ووظف ده ستوبر. والولد كان ما شاء الله هايل. يعني محمد عبد النبي يعني ده اكتشاف من اكتشافات والله العظيم. يعني انا كنت متوقع انه يوصل درجه اولى ان شاء الله في النادي الاهلي. ان شاء الله يوصل، إن شاء الله. ويعني نشوف كمان خلال الفتره اللي جايه لعيبه كتير من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامه، وانا سعيد جدا، ودائما نلتقي على خير كده. بس عايز ماتش التنس بقى يتذاع، لو اتغلبت يتذاع. طبعا اتمنى ذلك. لا، فريق الاعداد كله اسمعوا الكلام ده، علشان ان شاء الله هيكون في مباراه تنس، تحدي ما بيني وبين الكابتن فتحي في الجزيره، وهنذاعها هنا على الهواء الحلقه اللي جايه ان شاء الله. وفريق الاعداد فيه خمسه غدا، خلي بالك، خمسه غدا، عشان لو خسرت انت اللي هتدفع. هسيب لك خمس نقط. هتسيب لي وانا خسران خمس نقط؟ هتسيب لي خمس نقط؟ ماشي والله العظيم. ده كده يبقى حاجه جميله جدا. طيب. شكرا كابتن اسامه، وانا سعيد جدا، وبشكر مجموعه العمل والاعداد الجميله لعمل التقرير الجميل ده. يعني بصراحه انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا كابتن فتحي. يعني بشكر ضيفي كابتن فتحي مبروك، صاحب التاريخ الكبير جدا داخل النادي الاهلي. استمتعت بالحوار معاه. يعني كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، لكن برضو في النهايه ببارك لزميلنا رئيس التحرير الاستاذ محمود شوقي، يعني صاحب العمر، استاذ محمود شوقي يعني صاحب جائزه راشد للابداع، عمل كتاب اسمه المكفوفون والكره. الكتاب ده هيكون موجود في معرض الكتاب من 1/7 ل 15/7 ما شاء الله. يعني بيحكي قصه الكوره وقصه المكفوفين، وكان خد جائزه راشد في الابداع
عن هذا الكتاب والقصة اللي كانت موجودة في مصر لما قصة المكفين اللي طلعوا يلعبوا بطولة برة وكانوا كمان يعني في ناس تتمتع بالنظر وطلعوا مكانهم وكانت قضية كبيرة وكان هو صاحب القضية دي وقتها خد جايزة راشد في الإبداع. محمد بن راشد في الإبداع بنبارك له على الكتاب مرة تانية المكفوفون والكرة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.